حياكم الله معنا من جديد. اليوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، ونقول كل عام وكل سيدات العالم بألف خير، ويسعدنا أيضا وجود أحد النماذج اللي نفتخر فيها في دولة الكويت. اليوم معنا الدكتورة شفيقة العوضي، مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في دولة الكويت. مساك الله بالخير وحياك الله. الله يمسيكم بالخير، ومشكورين على هالمقدمة. وأنا أيضا أهني جميع النساء طبعا خاصة بالكويت للتقدم ولل يعني العمل الملحوظ من ناحية النساء الكويتيات بالذات. الحمد لله. يعني احنا راح نتكلم عن موضوع فيروس كورونا، لكن ايضا احنا طموحنا كسيدات انه يزيد تمكين المرأة في الدولة. صحيح. فشنو رأيك بهالموضوع؟ انا اعتقد الكويت من الدول السباقة في هذا الامر، يعني هذا مما لا شك فيه، يعني خاصة في مناطقنا العربية بالذات. دائما الكويت هي سباقة في كثير من الأمور، وطبعا في تمكين المرأة أيضا، حتى ولو أن جت الحقوق شوي متأخر، لكن عموما المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في كل مكان، وهناك أمثلة كثيرة طبعا بهذا الشأن. صحيح. احنا نقول كل عام ونساء العالم كله بخير إن شاء الله، وأكيد أنت من النماذج اللي نعتز فيها كمرأة كويتية، لكن المرأة الكويتية أخذت حقها وزيادة وأيضا عطت واجبها. أكيد. عطت واجبها اكيد بالنهايه. صحيح. حياك الله دكتوره. الله يحييكم. اليوم قاعد نشوف يعني كافه جهات الدوله تعمل على قدم وساق من اجل محاربه هذا الفيروس والوباء العالمي اللي موجود عندنا. اليوم الهيئه العامه لذوي الاعاقه ماذا قدمت وشنو سوت لمحاربه هذا الوباء اللي موجود عندنا؟ طبعا احنا الان واجهنا يعني نوع من الحاله الطارئه بالبلد كلها. نعم. اول شيء طبعا قبل لا ابدا، انا ودي يعني استغل هذا الظهور اليوم في هذا البرنامج لان اشكر وزاره الصحه على جميع الجهود اللي قاعده تبذلها واللي بذلتها، بصراحه مجهود جبار اللي قامت فيه. هناك تواصل مع أي شخص كان في أي حالة كانت، دائما هناك تواصل نقدر نوصل لهم بسهولة، ويعطونا اللي نبيه ويجاوبون على أسئلتنا إحنا كهيئة إعاقة، وأتكلم عن الكويت عموما. نعم. وأيضا طبعا أحب أشكر وزيرة الشؤون الاجتماعية على تفاعلها يعني المتواصل دائما معنا في كل الأشياء اللي نحتاجها في هذا الوضع الراهن وبكل الأوضاع طبعا. نعم. بالنسبة فيما يهم هيئة الإعاقة، هناك شقين فيما يهم موضوع الكورونا. هناك الحالات الإيوائية اللي موجودة في دور الرعاية والمركز الطبي التأهيلي، عندنا تقريبا 500 حالة إيوائية. وهناك كم دار رعاية تابعة لكم؟ عندنا دار واحدة، هي دار واحدة ولكن تنقسم إلى قسمين، في جزء في صليبيخات وفي جزء في الصباحية. نعم. بس هم يتبعون إدارة واحدة. إدارة. وفي إدارة المركز الطبي التأهيلي، هناك هذه الإدارة تعني بهؤلاء 500 نزلاء نزيل. إذا صابهم أي مرض ولا أي شيء هم موجودين. وأيضا هناك بعضهم الحالات الإعاقة المرضية، يعني عنده معاق ولكن مريض، هو يتبع المركز الطبي التأهيلي. نعم. مباشرة. هذا شق. والشق الثاني هو الحالات أو الصالات اللي عندنا اللي فيها مراجعين، وأيضا اللي هي اللجان اللي هي موجودة في الهيئة اللي بحولي. اللجان موجودة بحولي، الصالات طبعا موجودة بحولي، صالتين هم المين صالات الأساسية، لكن هناك صالات أيضا في إشبيلية وفي الصباحية وفي الجهرة. فإذا عندنا هذه كلها عبارة عن يعني شقين لازم ننظر لهم، أو بالأحرى نظرنا لهم في هذه الفترة. فالحمد لله. بالنسبة فيما يتعلق في النزلاء أو الحالات الإيوائية، هذه عبارة عن هم موجودين في أجنحة طبية، في الأساس هناك ممرضات وهناك أطباء يديرون بالهم على هالحالات. بس إحنا زيادة في الحرص منعنا الزيارات إلا في الحالات القصوى. منعنا اللي هي الرحلات والأنشطة كلها اللي فيها تجمعات. يعني فرضنا على الموظفين اللي هو من ملاحظ خدمات أو من مشرف خدمات إنه يدش على المعاق إلا يكون بالتعقيم ويكون لابس الماسك ويكون معقم، طبعا لأن حالتهم تستدعي هذا الشيء. يعني هي حالات شوية تعتبر إحنا نقول يعني بالإنجليزي فرايل أو هالشيء، يعني ممكن يتعرض للمرض بسهولة، فعشان كذي إحنا نحافظ عليهم.
هذه بالنسبة لدور الرعاية. هناك أيضا فريق طوارئ يمر طول الوقت في هذه الدور، يتأكد أن بالحاجات المطلوبة من معقمات وإلى آخره موجودة. في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الوضع يختلف، هناك صالات، الصالات فيها تجمعات كبيرة، فهذه واحدة من الأشياء اللي سويناها إن شجعنا على موضوع الأونلاين. الأونلاين موجود من زمان لكن للأسف الإقبال عليه مو شديد. نعم. يعني دائما الشخص الكويتي يحب إنه هو بنفسه، يعني كأنه يعني لما يجي هو يحاول يعبر عن نفسه أكثر. نعم. من إنه يكون قاعد بالهذا. فحاولنا طبعا محاولة تونا، يعني بدينا معاهم إن نشد أكثر في موضوع التوعية بهذا الجانب، ونتأمل بالفترة الجاية إنه يكون في إقبال أكثر. يعني إحنا الآن في صدد إن شاء الله بعض المعاملات البسيطة، يعني مثل شهادات لمن يهم الأمر أو شهادات تعذر، إن نحاول ما نطلعها إلا عن طريق الأونلاين. نعم. لتخفيف الزيارات وبنفس الوقت تشجيع الناس إنه يستخدمون. دكتورة الأونلاين. ليش نحاول ما نطلعها إلا أونلاين؟ ليش ما يكون فيه قرار؟ لأن إيه؟ المسألة الحين حالة استثنائية. يعني. صحيح كلامك، بس هو القرار ما يفجأ، يعني أنت أيضا لازم يعني تراعي إن الأمور هذه ما تصير فجأة. فعشان كذي أنا من خلال برنامجكم راح يعني اعلن ان احنا ان شاء الله يتبعون وسائل الاتصال مالتنا وتواصل مالتنا، راح نعلن ان مثلا الخدمه الفلانيه اللي هي الاوراق البسيطه الان. نعم. راح مثلا من اليوم الفلاني مثلا بعد اسبوعين ما راح تطلع الا عن طريق الاونلاين. حلو. فيكون. نعم. في تواصل الان عن طريق وسائل التواصل بحيث انه يشوفون متى راح نبدا احنا، عشان ما يفاجئ لما يجي الصاله ويلقى الخدمه مو موجوده. نعم. فهذه راح نسويها تدريجيا ان شاء الله. شنو ايضا باقي الخدمات اللي ممكن تكون اونلاين؟ اختيار كل الخدمات تقريبا اونلاين، يعني تقريبا اللي هو سواء يطلب لجنه او يجدد الشهاده او كتب التعذر ولا الى من يهمه الامر، الاجازات، الرعايه السكنيه، التقاعد، كلها تتم اونلاين. الا في بعض المعاملات اللي تحتاج ان المعاق نفسه واهليون، اللي هو شنو اللي هي في حاله المكلف بالرعايه. نعم. لازم نتاكد نشوف المكلف بنفسنا يوقع الاوراق، نتاكد ان اخوانه وخواته مثلا اذا كان هو مكلف ان موافقين على هذه الاشياء. هذه الامور تستدعي وجود لان يكون فيها بحث اجتماعي. نعم. تستدعي وجوده او ان الهيئه تروح لهم البيت. حلو. يعني على حسب. في هذه الحاله ان تستدعي وجود الحاله الموجوده او حتى ولي امر الحاله. نعم. شنو اجراءاتكم انتم اليوم كهيئه لحمايه يعني او عدم انتشار هذا الفيروس اللي ممتاز موجود. هو من ناحيه اللجان الطبيه هذه يمكن اكثر شيء يصير فيها زحمه لانها كلها موجوده في حولي. نعم. فقمنا بتوزيع اللجان، يعني بدل ما تكون هي كلها مكدسة في منطقة اللجان، قمنا وزعنا تقريبا نصف خليناها في الصالات. نعم. في مكاتب، هيئنا المكاتب وخلينا الناس اللي جايين لهذه اللجان انها تقعد بالصالات، فيصير في نوع من اللي هو توزعت الناس في. نعم. الصالات وفي منطقة اللجان اساسا. في الصالات نفسها مثل ما قلنا ان شجعنا الاونلاين، وايضا راعينا موضوع اللي هو النظافه، انه يكون في عامل نظافه موجود يمسح الاسطح، يمسح الاماكن اللي يقعدون فيها المراجعين، في ممرضات موجودين لعمل التوعيه يعني على طول، في شو على موضوع كل النشرات اللي طلعتها وزارة الصحة تعرض. جميل. عشان التوعية في هذا الأمر. حلو. طبعا بالنسبة للموظفين هي نظام البصمة اللي الآن ما يعمل فيه، يعني يعمل بالتوقيع وهكذا، يعني هذه الأشياء الأساسية اللي صارت. طيب احنا شرحتي لنا التعاون اللي صار بينكم وبين وزارة الصحة، نبي نعرف التعاون مع وزارة التربية خصوصا مثلا نزلائكم اذا عندهم مثلا دراسه، اذا عندهم شيء، شنو بالضبط اللي حاصل الحين؟ احنا المدارس ما تتبع لنا، تتبع وزاره التربيه، لكن المدارس تبعت نفس النشره او اللي طلعت انه ممنوع الدراسه في هذا الوقت، بس احنا كهيئه تتبعنا المؤسسات والمراكز التاهيليه، فايضا راحت لهم كتب بالتعميم اللي صدر مني أنا إن ما في دراسة أو ما في تدريب الآن في الوضع الحالي اللي موجود منعا أيضا لانتشار المرض هذا. نعم. فإحنا طبقنا نفس النظام بس على المؤسسات والمراكز اللي تابعت لنا. موضوع واتخاذ قرار منع الزيارة أذى الأهل؟
يعني حسيت ان كان في تعاون ولا ما كان في تعاون؟ لا في تعاون كبير، وايضا مثل ما قلنا يعني في الضروره القصوى طبعا نسمح ما نقول لا، لان على حسب الحاله يعني، لكن عموما هناك تفهم كبير من الاهالي في هذا الموضوع. نعم. نعم الدكتورة شفيقة، في بعض الحالات استثنائية وربما تكون قليلة بالكويت، هناك بعض المشاكل ما بين أصدقاء المعاقين وما بين المعاق نفسه من خلال اللي يرعون المعاق نفسه. نعم. شلون تتعامل اليوم كإدارة في ظل هذه الظروف الاستثنائية؟ يعني قصدك كأصدقاء المعاقين؟ نعم. لما يروحون يروحون كذي، لأنهم هم تبع عندكم، عندهم مكتب عندكم أو هم عندهم مكتب، بس هم يعني نوعا ما منفصلين عن عمل الهيئة على فكرة. هو الهدف منه إنه ما يكون عمله يعني ما أكون أنا كهيئة مشرفة عليه، عشان يكون عنده نوع من الاستقلالية. نعم. وعندهم الضبطية القضائية. طبعا عمل أصدقاء المعاقين ما له علاقة بالجو اللي الآن حاليا، يعني هذا مو شيء، لأنه ما في زحمة ولا في تزاحم ولا في أي شيء. أصدقاء المعاقين هو طبعا تطبيق لواحدة من المواد القانون 8 من 2010، وتم إنشاء الفريق، والحمد لله من تم إنشاء الفريق إلى الآن هو من أنشط الفرق الموجودة عندنا بالهيئة. عملهم يتطلب ان لما يصير في انتهاكات لحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقه انه يروحون يتحققون من ان هذه الانتهاكات موجوده ام لا، واذا كانت موجوده يتم العمل يعني بعقوبه صارمه في هذا هل الامر. هل حدث معك اليوم انت كمسؤوله ان في حالات صار فيها انتهاكات للمعاقين؟ طبعا وايد مو شويه، يعني مثلا من الاشياء اللي صارت ان احنا نما الى علمنا ان في معاق مثلا مقعد وعازلين اهله في غرفه واحده سنين، ما يطلعونه ولا يروح ولا يجي، وحاطين له خادم وهذا، فطبعا يبنى الاب وكان في كلام صارم على هذا انه ممكن يتودى تحقيق وتودى كذا، واعطيناه الوسيله انه لازم يطلع هذا المعاق على الاقل يوديه للمراكز التاهيليه اللي تابعت لنا، فتحنا له الباب على اساس يوديه. اليوم انا جاتني شكوى، بس هذه لازم نتحقق منها، ان في حد مثلا قاعد يقول ان الاب استولى على الاولاد على فلوس المعاق عشان كان يبي يتزوج واستولى على فلوسه، يعني جاتك خبريه. يعني انت الان طبعا لازم تتحقق، لان وايد منها ايضا تصير شكاوي كيديه يعني. فعشان كذي اصدقاء المعاق عملهم يعني في عندهم مرونه بان يتحركون، في عندهم ضبطيه قضائيه، في عندهم سريه، يدرسون الموضوع من كل نواحيه ويقدموا لي انا تقرير كهيئه لو شافوا ان في فعلا انتهاك، بحيث انا اتحرك بناحيه القضاء. شنو ممكن اجراء يطلع منكم اليوم اذا شفتوا ان في تعدي على المعاق من احد الرعاه اللي قاعد يرعون هذا الموقع؟ يعني شنو ممكن اجراء تتخذونه او اقصى اجراء؟ طبعا في اجراء انه يتودى للتحقيق ويتودى للنيابه، وانه يصير في يعني انه اولا طبعا يفقد هو كونه مكلف بالرعايه، راح يفقد هذه الصفه اساسا، بس هذه يقول يعني مو العقاب الاكبر، لانه عاده لما يكون مكلف بالرعايه يكون ماخذ المزايا اصلا وخالص يعني. نعم. من ناحيه التقاعد الى اخره، بس ممكن يحبس حتى يعني ممكن يوصل الامر لهذا الشيء، بس على الاقل نطلع المعاق من الوضع اللي من الوضع اللي هو فيه. يعني احنا مثلا هل اقول لك احنا الان دوليا ممنوع علينا ان نزيد من الحالات الايوائيه الموجوده، لان الان الايواء ما يعتبر شيء يعني عالميا ما يعتبر شيء صحي ابدا. يعني لازم يدمجون مع المجتمع ومع اهله، بس احنا هذه الحالات موجوده من زمان، يعني حالات كثيره موجوده من سنين طويله، من حتى قبل الغزو، يعني جزء كبير منها ايضا غير كويتيين موجودين من قبل حتى غزو الكويت يعني، فاهاليهم حتى مو موجودين بالكويت. فاحنا مضطرين نتعامل معهم، ولكن لا نزيد الحالات. لكن مثلا بالفتره اللي فاتت يونا اثنين كانوا معاقين اعاقات ذهنيه، ابوهم مسجون وامهم مو قادر عليهم، فيروحون مثلا يرتكبون جنح انه يبقون سيارات ويسوون كذا، ويعني فاضطرينا ناخذهم عندنا، ندخلهم عندنا بالحالات كحالات ايوائيه، نحطهم تحت الملاحظه، وايضا نعلمهم السلوك الصحيح في هذا الامر. انزين، خلينا نتكلم شويه عن دوركم المجتمع باعاده تاهيل. أي. مثل هذه الامثله يعني. أي. اللي ضربتي لنا اياها، شلون ممكن ان انتم تدمجونهم مع المجتمع ويطلعون يعني نوعا ما مواطنين صالحين؟
وإن كانوا من ذوي الاحتياجات هو طبعا الخاصة. أغلبهم مواطنين صالحين، يعني إحنا هذا اللي نتكلم عنها هي عبارة عن أشياء شاذة عن الصح، بس إحنا نتكلم عن دورنا لما نشوف شيء مثل هذا إن إحنا لازم ناخذهم ونحتويهم ونحاول نعلمهم. لكن عموما هو الأشخاص من ذوي الإعاقة هناك لهم حق مهضوم، يعني نظرة المجتمع للأسف ولو إن هناك يعني أمثلة رائعة جدا. يعني أنا اليوم قاعدة مع واحد من الأشخاص من ذوي الإعاقة اللي هو فكرة يتعدى أي شيء ثاني، يعني هو صاحب فكر قوي جدا، يعطينا نصايح نقعد معه نستمع له وأيضا نستفيد من آراءه، وفي أمثلة كثيرة من هذا النوع. لكن العموم هناك يعني يكون ضايع، خاصة إذا كمل عمر معين الأهل يخلونه بالبيت. في الفترة السابقة هناك مراكز تأهيلية ومؤسسات فتشت، احنا يعني اعطيناها الرخص بحيث تستوعب هذه الاشخاص هذيلا، بدل ما يقعدون بالبيت يدخل الى هذه المؤسسات، او حتى لو جينا احنا عندنا يعني مراكزنا التأهيلية فيها انشطة لهم، فيها انشطة، فيها حتى شهادة تقدم، وممكن هذه الشهادة الان قاعدين نحاول نعادلها بعد 4 سنين بحيث انه يقدر يعمل. كانت في تجربة للعمل في البنوك، تقريبا كان في 29 شخص تقدم اشتغلوا في البنوك، 16 منهم استمروا. ما شاء الله. من هؤلاء 16 في ناس ماخذين تأهيل مهني من عندنا 4 سنين، فعادلنا الشهادة بحيث ان هم البنوك تدفع لهم وايضا يطلع لهم دعم عمالة ويستمرون في هذه. فهذه أمثلة من ان الآن إحنا يعني الهيئة كهيئة قاعدين نشتغل بقوة على موضوع التوظيف، يعني نحاول نوظفهم، نحاول نسخر العقبات الموجودة. ممكن يصلون لحد الاستقلالية؟ طبعا ممكن، أي أكيد أكيد، جزء كبير منهم خاصة الإعاقات الغير ذهنية يعني مستقلين، ممكن أنهم يوصلون لهذه الاستقلالية. بس مثل ما قلنا يبيلها الآن تغيير نظرة المجتمع، تغيير نظرة المعاق نفسه أو الشخص الإعاق نفسه بأنه قادر أنه يؤدي هذه الأعمال. فهذه إن شاء الله يعني خطوات قاعدين نمشي فيها في هذا. نعم دكتورة شفيق العوضي، يعني إحنا شهادتنا فيك مجروحة، وأنت قبل ما تكونين دكتورة أنت إنسانة، لكن في تابعت أحد اللقاءات في مقطع انتشر حق مرة تقول أنا ما أعطوني البيت، وكانت توجه رسائل لهيئتكم الموقرة. كان لكم لقاء في إحدى القنوات المحلية وقلتي طريقة أنا استغربتها بصراحة، أن هذه كويتية ولا مو كويتية، يعني بعيدا عن جنسيتها الموضوع كله إنساني. وأنا أثق وأعرف شنو إنسانيتك، وأعرف شنو حتى أنت فاتحة بابك للكل في يوم حددتها مخصصتها حق الجميع، لكن الرد الناس في ردة فعل كانت مو زينة. ودنا توضحين هذا الموقف خصوصا لما قلتي هذه كويتية ولا مو كويتية. أوكي. هو اللي صار انه طبعا لما عرض هذا انا ما كنت ادري، فعرضوه وتشز اوكي، يعني انا بالنسبه لي ما في مشكله ابدا. انا لما قلت كويتيه كان مو من منطلق التفرقه بين الكويتي والغير كويتي ابدا، يعني انا ما عندي هالشيء ولا عمري تربيت على هذا الشيء، بس هو كان الهدف او سؤالي كان لاستغرابي ان هي كويتيه وما حصلت على المزايا مالتها. وسبب هذا الاستغراب كان لأن قبلها بيوم كان جايني واحد كويتي ما يسمع، مقعد يعني حتى على كرسي متحرك وما يسمع، واكتشفت أنه هو مو عارف أي شيء عن أنه ولا مستحقات، مو ماخذ ولا شيء، فأخذناه تحت وديناه تحت مع الشباب اللي عندي بالمكتب نفسهم، ودوه تحت وخلوه يقدم على كل فلما جت الأخت اللي طلعت بالفيديو أنا قاعد أفكر أقول يا ربي معقولة مرة ثانية واحدة كويتية؟ هل هذه كويتية معقولة ما تعرف أنها لها حقوق؟ صح ما فيها. وفعلا لما جاتني يوم الأربعاء، يعني أنا استدعيتها وياتني، استقبلتيها؟ إي قابلتها طبعا، قابلتها واكتشفت أن أولا هي مو مجددة الشهادة فقمنا بتجديد شهادتها، رقم اثنين فعلا كانت لها حقوق ما قدمت عليها، وبنفس الطريقة ساعدناها أن تأخذها. فهذا اللي صار، يعني فأدري أنا لما قريت ردود الأفعال أن الناس قالوا شلون يعني أنت مديرة هيئة، أنا استغربت أول شيء تسألين كويتية، هو كان السؤال من استغرابي أن هي شلون كويتية ومو عارفة عن حقوقها، يعني هذه ثاني حالة صارت. فمعناته أن إحنا أيضا لازم نوعي الليون
لما ياخذون الاعاقه ترى لكم حقوق تحت. نعم. يعني طبعا معظم الناس يدرون، لكن احنا اكتشفنا ان فعلا في ناس ما يدرون. صح. فهذا اللي خلاني انا اتساءل وليس اي شيء، بس مشكور على سؤالك اللي خليتني انا اوضح هذا الشيء. كل الشكر لك اكيد الدكتوره شفيق على وجودك معنا في برنامج اهل الكويت، وتحيه لكل الابطال الموجودين في الهيئه العامه لذوي الاعاقه. الله يسلمك، مشكور محمد، شكرا غادي وسعل مباركه دائما. انا يسعدني ان اتقابل معاكم. شكرا. يا اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا بكذي نكون وصلنا معكم لختام حلقتنا الليلة، وفي الغد حلقة جديدة تجمعنا وياكم وليالي الكويت. مع السلامة. مع السلامة.